تم تصنيع هذا الجهاز ضمن منهاج المرحلة الرابعة المشاريع الهندسية اللي هو أحد أهم متطلبات التخرج للطلبة. طبعا الجهاز اللي مصمم هو مقطر شمسي يتم عن طريقه إنتاجية ماء مقطر بنسبة نقاوة عالية، وتم اختبار هذا الماء المقطر في عدة اختبارات راح تكون من ضمن المتطلبات الناتجة أو اللي هي كريزلت مهمة في مشروع التخرج عندما يسلم المشروع. طبعا من تحت إشراف أستاذ عمر وست مها تدريسيان في كلية الهندسة، وتم توجيه الأساتذة للطلبة في اختيار مشروع التخرج يلائم متطلبات الحياة العملية اللي هي إنتاج نسبة مياه صالحة للشرب. مبدأ عمل الجهاز هو مبدأ نفس مبدأ تبخر الماء من المالحة ونزول المطر، نفس المبدأ. الجهاز هو طبعا يحتوي على صندوق يحتوي ماء مقطر بنسبة 1 سنتيمتر، أقصد ماء يعني ملوثة أو أي ماء عادية يعني نحتاج أنه نوصلها إلى نقاوة عالية. ويتم هذا طبعا الانحناء للزجاج بزاوية 35 درجة اللي هي مناسبة لزاوية اكتساب أعلى كمية من الشعاع الشمسي حتى نوصل إلى مرحلة أنه نسخن البليتة خلال وقت يعني أنسب وقت أقل وقت ممكن. البليتة من تسخن الماء راح يتبخر، طبعا الشعاع الشمسي راح يشتغل شغلتين هنا أنه يسخن الخزان اللي يحتوي على الماء، وأيضا راح ينفذ من خلال الزجاج اللوح الزجاجي. اللوح الزجاجي ايضا راح يسخن الماء ويتبخر. بعد ما يتبخر الماء راح يرجع تعمل الزجاجة عمل مكثف، يتكثف وتنزل قطرات الماء المقطر في قنوات. هذه القنوات مائلة بزاوية مسافة على 5 سنتيمتر حتى يتجمع في قنوات ويمنع انه ركودها، لانه هي نسبه الانتاجيه ما تكون بالنسبه يعني سايز او حجم الجهاز ما تكون يعني بنسبه عاليه، فراح نجمع كل القطرات النافذه للقنوات راح تجمع داخل وعاء، وهذا الوعاء يتم اختباره ونحسب نسبه كفاءته. يعتمد على الطاقة الحرارية للشمس، احنا من تسقط الشمس على الجهاز اللي الداخل ماله راح يكون باللون الأسود أعلى امتصاصية، يمتص الحرارة وتصل درجة الحرارة من يعني بارتفاع يعني مع مرور الوقت أحيانا وصلت لنا 80 درجة سيليزية درجة حرارة الماء واللي تعتبر جدا عالية. من ترتفع درجة حرارة الماء راح يتكثف يصعد البخار على الزجاج اللي هو بميل 32 درجة درجة، راح يتكثف بسبب انه الزجاج راح تكون درجة حرارتها اقل من الماء، فراح يتكثف وتنزل قطرات المياه، وعندنا قناة لتجميع المياه بزاوية تقريبا 7 راح ايضا راح تنزل قطرات المياه وتخرج لنا من القناة اللي احنا مسويها، راح يخرج لنا ماء مقطر صالح للشرب، وسوينا عليه قياسات التي دي اس والبي اتش والعكوره وكانت النسب جيده، وان شاء الله الماء صالح للشرب.